موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله: ثم ذكر سبحانه حكمة أخرى، وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم. قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم أنكر عليهم، قال: ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه. فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
ويا علام الصابرين. أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم. قد سبق بيان هذه المسألة، وهي أن المقصود ليعلم علما يحاسبهم عليه. يقول: فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. فهذه الحكمة والفائدة فائدة عظيمة الأهمية في كل لكل سائر إلى الله عز وجل، وفي كل حلقة من حلقات الصراع بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل. فإن كثيرا من الناس يحسب أن الطريق لن يكون فيه تضحية، أو لا يستشعر لزوم هذه التضحية، وأنه يمكن أن ينال كل شيء بسهولة ويسر من غير أن يدفع ثمنا. وهذا مناف بحكمة الله عز وجل في ابتلاء بني آدم حين أوجدهم على ظهر هذه الأرض. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وينبغي على كل واحد أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل حسب هذا الحسبان؟ وهل روض نفسه وعودها أنه لا بد من التضحية، وأنه لا بد أن يكون له مواقف يقدم فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الدين على أمر دنياه، فيكون مجاهدا وصابرا، وأن يحتمل ويحتسب ويقف المواقف المختلفة التي فيها أنواع الآلام في سبيل الله عز وجل؟ أم أنه يريد أن يسير في طريق الالتزام وطريق الطاعة دون أن يكون هناك تضحية، ودون أن يكون هناك بذل، ودون أن يكون هناك ألم؟ من حسب ذلك فهذا حسبان باطل ينكر على صاحبه. ولا بد كما ذكرنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، وأن نقارن بين مواقفنا ومواقف الأنبياء والصالحين من قبلنا. فأنت لا تجد أحدا نال الإمامة في الدين من الأنبياء والمرسلين ثم من بعدهم من أتباعهم إلا بالتضحية والمواقف العظيمة التي تحملوا فيها أنواع التحمل في سبيل الله عز وجل. بذلوا النفوس، وبذلوا الأوطان، وبذلوا الأموال، وبذلوا الأهلين، ضحوا بذلك كله، بذلوا من المساكن التي يرضونها، من التجارة التي يخشون كسادها، بذلوا من علاقاتهم الاجتماعية مع الآباء والإخوان والأبناء والأزواج والعشيرة وغير ذلك من أنواع العلاقات وأنواع التضحيات. تأمل سيرة كل نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، تجد هذه المواقف التي يظهر فيها الجهاد، ويظهر فيها البذل والتضحية، ويظهر فيها الصبر وتحمل الألم في سبيل الله عز وجل. وإذا وجدت نفسك خاليا من ذلك، وأنك في الحقيقة لم تقف موقفا ضحيت فيه بشيء من ذلك في سبيل الله عز وجل، فاتهم نفسك في سيرك على الطريق، لأنك تحسب وتريد أن تدخل الجنة بلا ثمن، وتريد أن تدخل الجنة بلا تضحية. وهذا والله أمر يعني غاية الخطورة على التزام الإنسان، إنه يؤدي به إلى أنه إذا وجد بلاء من نوع ما فسرعان ما يترك الالتزام، وسرعان ما يترك الطاعة، لأنه لم يكن يظن أن الأمر كذلك. في الحقيقة كان يحسب ما أنكر الله عز وجل على المؤمنين أن يحسبوه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فانظر كيف جاهدت وكيف صبرت. والجهاد كما ذكرنا من قبل أنواع متعددة، ولا بد لك من نصيب منها، ولا يصح أن تكون يعني قاصر الفهم على نوع واحد فقط، وإنما كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حياته بالجهاد فختمها كذلك قبل أن يؤمر بالقتال. فالقتال ذروة سنام الجهاد كما ذكرنا، ولكنه أحد أنواعه، وهو يبنى
على القوائم الأخرى من جهاد النفس بالعلم والعمل والدعوة والصبر، وجهاد الشيطان بدفع الشبهات والشهوات، وجهاد أرباب الفسوق والعصيان باليد واللسان والقلب على ما يوجبه الشر، وجهاد الكفار والمنافقين بالنفس والمال واللسان والقلب. سيجاهد بأنواع الجهاد كلها ما تيسر له منها، ويصبر على ما أصابه في سبيل الله. ومن يظن أنه سوف يسير في طريق لن يصيبه شيء فيه، ولن يضحي بشيء من العلاقات الاجتماعية مع الأهل، بشيء من العلاقات الاقتصادية في الأموال، بشيء من الوجاهة في المجتمع، ويتعرض لأنواع البلاء في منزلته ووضعه الاجتماعي، وسوف يتعرض بلا شك لشيء من ذلك. من ظن أنه لم يصيبه شيء من ذلك فهو حسبان باطل. ثم قوله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. يقول: ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس: لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن يهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لقد كنتم تمنون الموت، أي الشهادة، الموت في سبيل الله، من قبل أن تلقوه، أن تلقوا هذا أسباب الموت في وقعة أحد، فقد رأيتموه، رأيتم الموت أي رأيتم أسبابه من أنواع القتل والجرح، وأنتم تنظرون. آفة خطيرة يعالجها القرآن في نفوس المؤمنين على مر الزمان، وهي الفرق بين الأماني وبين الواقع، بين العزيمة الصادقة ومجرد أماني الغرور. ولقد كنتم تمنون الموت، ودائما لفظ الأمنية أو الأغلب الأعم في لفظ الأماني أن يأتي مع الغرور، وأما العزم والقصد والإرادة فهي التي يقصد بها الإرادة الجازمة. آفة خطيرة كما ذكرنا من أن يكون الإنسان مجرد حالم بعيد عن الواقع، لم يهيئ نفسه لتحمل الوظيفة التي تحدثه نفسه بالوصول إليها، بالمهمة والدرجة التي يريد أن يصل إليها، وهو أنه يحدث نفسه بالدرجات العالية وبالمنازل العالية في الدنيا والآخرة وبالبطولات النادرة، وهذا من أعراض صغر النفس، أعني أن الإيمان في القلب لم يكتمل. هذه في الحقيقة أحلام تقع للإنسان في سن معينة في أشياء كثيرة جدا من حياته، وكثير من الناس في إيمانه ربما لا يزال تسلم رغم أنه شيخ كبير، وربما يكون في مرحلة المراهقة، وربما يكون رجلا، وهذا ليس مرتبطا بالسن. فلقد كان غلام أصحاب الأخدود رجلا بل شيخا إماما رغم صغر سنه، وكذا كان شيخه في صغر سنه رجلا صابرا ثابتا. وكثير من الناس كما ذكرنا يكون طفلا، وكثير من الناس لم يولد بعد، لم يولد إيمانه بعد، لا يزال جنينا حبيثا في بطن الشهوات والإرادات الفاسدة والتصورات الفاسدة أيضا، كثير من الناس كذلك. فمن سمات صغر النفس أو صغر الإيمان في القلب هذه المرحلة، مرحلة التمني، أن الإنسان يتمنى منازل عالية دون أن يهيئ نفسه لها، وهذا فرق بين
الأمان وبين حسن الظن وبين الرغبة الصادقة وبين الهم والعزم على الخير. كثير منا قد يحلم ببطولات الجهاد والفتح والانتصار وإهلاك الأعداء وهو جالس على فراشه. لا أعني فقط جالس على فراشه لم يقم، بل قلبه جالس على الفراش، لم يعد نفسه بعد، ولم يهيئ نفسه لتحمل المهمة، وليس عنده أدنى استعداد لشيء من ذلك. فلذلك يصطدم بواقع مؤلم كهذا الذي يدرس يحلم أحلام اليقظة كثيرا جدا، وده واقع وليس مجرد ضرب مثال. فكثير جدا من يعني الرجال والنساء يستهويهم الشيطان يعني وصول المنازل العالية، كما قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه وهو يمثل هذه المرحلة التي نتكلم عنها، قال: أنا لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، أنا أريد أن أكون من المقربين. فقال ابن مسعود: ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث. فهو يقصد نفسه رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي يحدث نفسه بأنه لا يريد أن يكون من أصحاب اليمين، لأن أصحاب اليمين فين؟ وكذا عايز يبقى من المقربين السابقين، وهو لم يهيئ لا قلبه ولا عمله ولا لسانه ولا سلوكه ولا أحواله الإيمانية لشيء من ذلك. فمن أين كيف يصل إلى هذه المراحل؟ كما ذكرت كثير جدا من الشباب والرجال، الرجال البالغين الشيوخ كذلك، ربما يقعد يسرح يعني بقى في فتح القدس بقى وفي فتح المشارق والمغارب، وهو بعد لم يجاهد نفسه حتى لتعلم الحق ولا للعمل به ولا لتغيير يعني يثير في أسرته ومحيطه وفي واقع حياته، وهو بعد لم لا يزال يمتلئ قلبه حب الدنيا والتنافس عليها والغش والحسد والحقد والبغضاء وأنواع الأمراض المختلفة، تنهش في يعني إيمانه وقلبه وهو يحدث نفسه بالمنازل العالية. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم أصدق من ذلك بكثير، ولكن كما تعودنا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى دائما شفى قلوب المؤمنين بهذا القرآن، وذلك أنه بيّن لهم خلجات النفوس والخواطر الدقيقة، كما ذكرنا في أول يعني هذه السورة الكريمة من أول قوله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائر وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. كان مجرد حديث نفس لم يتبعه عمله، ولكن سجل ذكر في القرآن لكي يحذر المؤمنون من هذه الخواطر، كما ذكرنا أدبهم في غزوة بدر تأديب رائع وعظيم حين قال: وإن فريقا من كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. خيرة أهل الأرض هؤلاء الذين يعني اصطفاهم الله عزوجل أهل بدر المؤمنون، إن فريقا من المؤمنين، ولكن كان في خواطر نفسية معينة، كما قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أشياء دقيقة جدا. لذلك رباهم، لذلك صاروا رجالا في الإيمان، صاروا شيوخا، صاروا أئمة. لما فتح الله عز وجل عليهم مشارف المغرب كانوا أساتذة العالم فعلا، ونحن أطفال ونحلم بأستاذية العالم ونحلم بخلافة على منهاج النبوة، ومشاكلنا ليل نهار، وإيماننا كما ذكرنا يعني قد أحسنت الظن يعني إن قلت في مرحلة الطفولة، فكثير ما زال لم يولد بعد، وكثير في مرحلة يعني ما بين هذا وذاك، والله عز وجل أعلى وأعلم. فالقرآن شفى قلوب المؤمنين بالتحذير من هذه الآفة، وهي آفة التمني أماني الغرور التي هي أصلا من أمراض المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى: قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، أماني المغفرة الكاذبة، كما يعني يقولون فلان هذا في رحاب الله، واحد أيضا من أظلم الظلمة وأكفر الكفرة لما يموت يقولوا في رحاب الله، ليوم فاكرين أنه هو صلما كان كبير في الدنيا يبقى ربنا لازم يغسل بيوم اليوم، ومعقولة ليجي متأخر
مدام كان كبيرا في الدنيا، غنيا في الدنيا، ملكا في الدنيا، رئيسا في الدنيا، فلا بد ان يكون كذلك في الجنان، يوزعون هكذا. وكما قال الحسن رضي الله عنه: يقولون نحسن الظن، وكم اناس من الدنيا خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. كذبوا في غرور، يفعل المعاصي والكبائر والمنكرات، يقول لك انا بعمل خير كتير قوي، ده انا طيب القلب قوي، ده انا اخش الجنه حتى، والعياذ بالله. ويرتكب الكبائر فعلا، يقول لك انا احسن من ناس كتير، وانا ده انا بعمل حاجه وحشه، وتارك للصلاه ممكن يكون، ومتصور ان هو طب يعني هي جامده قوي كبيره كده، والله العظيم لسه قريب يعني. يعني واحد بيقول يعني واحد دلوقتي ساب صلاه العصر عشان مش عارف سكشن ولا كرسي ولا مش عارف، فاقول له يعني ده شر من الزنا، ها، وشر من القتل وشرب الخمر، يا بقى حاجه غريبه جدا، استغرب تماما. وان هو ده، طب وانا عامل ايه؟ ده مش غصب عني، ده عشان السكشن، عشان ال بتاع الكرسي اللي كنت باخده غصب عني، غصب عني. ده تساوي ايه الدنيا دي كلها على عشان تضيع صلاه العصر؟ وسوره الصلاه بيقول كانما وتر اهله وماله، ده امر معتاد عند كثير من الناس، انه يكون مرتكب كبائر عظيمه جدا وفاكر نفسه من احسن الناس وافضلها. غرور النفس، النفس تغر، ده عشان كده ده من امراض المنافقين ابتداء، اساسا من امراض المنافقين. ولكن عند المؤمنين في بقايا حسب بقى الصراع الداخلي في نفس الانسان، مين اللي انتصر فيه؟ هل النفس الاماره بالسوء الجاهله الظالمه، ولا القلب الذي هو محل الايمان والمعرفه بالله سبحانه وتعالى؟ فالانسان لابد ان يكشف نفسه، تشريحها، لابد ان يعرف تفاصيل خبايا الامراض التي فيها، وذلك حين يعرض نفسه على القران. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا عتاب، كنت بتتمنى حاجه ولما جاء الواقع ما نفذتهاش، كنت بتقول لا ده انا بس لما يحصل موقف وانا ازاي هتحمل، يعني سوف يعني اتحمل كل التحمل، ويعني والمواقف وسوف يظهر منه الثبات، ثم عند الجد يذوب كل شيء. وهذا الامر خطير جدا، ومواقف الشده تظهر للانسان نفسه، ده نوع من التمحيص، وذلك ما احسن هذا الترتيب. وجاء بعد: وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولقد كنتم تمنون الموت. لذا من تمحيص النفس عشان يكشف الانسان نفسه، ان ساعة الجد ايه اللي حصل، ساعة الشدة ايه اللي حصل، كان موقفك شكله ايه، كان حالك القلبي كان تاكل ايه. وما تغفلش هذه اللحظات، ما تغفلش اللحظات الابتلاء عشان تعرف منزلتك جيدا، كان حال ايمانك ايه، وكان عبادات القلب كان شكلها ايه. ما توزنش نفسك بس في لحظاتك في الصلاة وانت واقف في المسجد، وساعة الافطار اليوم اللي صمته، والامور التي لا ازمة فيها، لا، الـ 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 الوزن الحقيقي ساعة الأزمة. ولذلك كان: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. فهذا كان رؤية الموت، ده أمر لا يثبت عنده إلا الرجال. ولذلك يعني فليخشى كل واحد منا على نفسه، وليكن لنا أسوة حسنة في الذين لا يزكون أنفسهم من أهل الإيمان، وهم الرجال الأثبات. هذا الراهب قال للغلام في قصة أصحاب الأخدود: إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. طب هو لما يجزم له بإنك ستبتلى، من أين يجزم له؟ من أنه يعلم سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهو أنه لا بد أن يقع ابتلاء على أهل الإيمان، إذا هو يعلم أنه سوف يقع عليه ابتلاء أيضا، ولكنه لا يجزم لنفسه بالصبر والثبات، ولا يعني يطمئن إلى نفسه، بل يسأل الله العافية ويأخذ بأسبابها. وعند الجد كان رجلا كما ذكرنا، عندما نشر بالمنشار تحمل في سبيل الله، قيل له ارجع عن دينك فأبى، فأتي بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه، ثبات عجيب وعظيم، وكان هو الأسوة لجليس الملك وللغلام في الصبر والثبات، كما كان الأسوة لهم في يعني السبق إلى الله عز وجل والتوحيد والإيمان. الغرض المقصود أن الإنسان لابد أن ينظر في حال نفسه، هل يعني عند الشدة وعند المحنة وعند التضحية، عند موضع التضحية، عند موضع الجهاد والصبر،
هل يعني كانت أماني غرور يحدث بها نفسه أنه يصبر ويضحي ويجاهد، أم أنها كانت نية صادقة حقيقية؟ وليخشى نفسه كما ذكرنا، لأن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غوثبوا في ذلك، وأن كثيرا منهم قد فر من المعركة وشغلته نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم قد غفر الله لهم، وكانت فرصة عظيمة لنمو وتهذيب النفوس تهذيبا عظيما، ولكي يكبر الإيمان فيها ويعظم حتى اكتمل بفضل الله عز وجل عبر سلسلة من المراحل. يعني لو نظرنا كده إلى 10 سنين وما قبلها بالنسبة إلى المهاجرين 13 سنة، 10 سنين في المدينة كلها من المواطن اللي فيها الشدة وفيها المحن التي صقلت الصحابة رضي الله عنهم وهيئتهم ونقلتهم أسرع نقلة في التاريخ لمجتمع من المجتمعات وطائفة من الطوائف من أسفل الحضيض إلى يعني أعلى المراتب في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه هي المواقف التي رب من خلالها نأخذ منها النور لكي نستفيد ولكي نربي ونهذب أنفسنا بتربية القرآن وتهذيب القرآن، والله المستعان. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ليس كل ما تتمناه سوف تفعله، ليس كل ما تحدث نفسك به أنت قادر عليه. بالحقيقة إذن اجتهد أن تهيئ نفسك وقلبك إيمانيا بمزيد من الحب والخوف والرجاء والتوكل واللجئ إلى الله عز وجل حتى يثبتك عند رؤية أسباب الموت أو عند رؤية أنواع الفتنة أو عند رؤية أنواع الشدائد، حتى تتحمل. تهيئ نفسك إزاي؟ كما ذكرنا بالتفتيش في النفس والبحث عن أمراضها، وخصوصا عند المحن والشدائد أنت توهب الشدائد، توهب الشدائد، نعم، لأنها توضح لك أمراض نفسك إذا لم تستفد منها وإذا لم تعرف منزلتك يعني فيها، فأنت لن تعرفها في أوقات الرخاء، وأنت لن تعرفها، لن تعرف الأمراض، بس تتفاقم الأمراض من تحت الغطاء وأنت لا تدري إذا لم تبادر إلى العلاج. يستفحل المرض ويهلك صاحبه وهو لا يدري، كالمرض الخبيث الذي صاحبه لا يدري عنه شيئا. لذلك أوقات المحن والشدائد تظهر نوعية البشر ونوعية الإنسان، ومن أراد الله به خيرا كشف له أمراض نفسه ليعالجها، ليفرق كما ذكرنا بين حسن الظن الذي يستلزم إحسان العمل وبين الغرور الذي هو السير في يعني طريق الخيال ومجرد أحلام يقظة وهو لم يحقق ما يلزمه الآن. كما ذكرت يحلم بأنه يفتح القدس أو يكون الجيش اللي يفتح القدس وينتصر على اليهود ويقتل فيهم ويفعل في الأمريكان واليهود والنصارى والمشركين، وهو قاعد ما بيصلحش حتى علاقته بإخوانه إذا اختصموا في يعني أيسر اليسير ظهرت الأخلاق الفاسدة، ونسأل الله العافية، ظهرت الأمراض الكثيرة ولم يفتش نفسه في نيته وإرادته لله عز وجل، لم يستطع أن يقاوم نفسه عن الشهوات المفتوحة أمامه، لم يستطع حتى أن يعني يواظب على الطاعات التي يعني يعلم ويجزم أنها طاعات، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به صلى الله عليه وسلم، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لابد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل.
فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي قد مضت. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم، فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا، يردون إلى الموت موردا واحدا، وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة أصابر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الفائدة أيضا من أعظم الفوائد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم. أولا نقول من أيضا الآفات الخطيرة التي تعرض للجماعات والأمم والطوائف التعلق بشخص بعينه، تدور بدورانه، تثبت مع ثباته ووجوده، ويزول ثباتها مع فقده وغيابه. والله عز وجل ما رضي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى ولو كان الشخص هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في موقف بني إسرائيل وتعلقهم بموسى صلى الله عليه وسلم تعلقا عجيبا. لا شك أن موسى صلى الله عليه وسلم كان شخصية عظيمة شذة، نقل الله عز وجل به بني إسرائيل من أشد أنواع الابتلاء والمحنة إلى التمكين والنعمة والاستخلاف في الأرض، وكانوا قبله في أنواع البلايا ومعه كذلك مدة، لكن كان النصر على يديه. وأهلك الله أمام أعينهم فرعون وجنده جميعا وملكهم الأرض. فكان تعلقهم بموسى صلى الله عليه وسلم تعلقا مرضيا، مع أنه له مقتضياته، وشخصية موسى صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن تحط في بعض الآثار أظنها إسرائيلية، أنه قيل لإبليس: هل أحببت أحدا من الصالحين رغما عنك؟ فقال موسى صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، لأن الله قال: وألقيت عليك محبة مني. فالله عز وجل ألقى على موسى محبة، فلا بد أن يحب. يعني ما أظن الأثر صحيح يعني، لكن أذكره للاستشهاد إن ده من مبررات تعلق بني إسرائيل. ومع ذلك كان تعلقا مرضيا. لماذا؟ لأنهم مع موسى صلى الله عليه وآله وسلم غاب عنهم، يعني كانوا على التوحيد والإيمان، غاب أولا يستأذنونه حتى في عبادة غير الله: إذا يا موسى إذا لنا إلها كما لهم آلهة. يعني هو سيدنا موسى كل حاجة عندهم، فيستأذنونه أن يعبدوا غير الله، فيقول لهم لا، يقول لهم لا. سيدنا لما غاب عنهم أربعين ليلة، عاندوا العجل. سيدنا هارون عليه السلام نهاهم عن عبادة العجل، كادوا أن يقتلوه دفاعا عن عبادة العجل. سيدنا موسى جاء نسف العجل في البحر، في اليم نفسه، حرقه ونسفه في اليم نفسه، هم اللي بينفذوا. يسمعوا كلام سيدنا موسى تماما، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ودي نوعية غير كليمة طبعا بلا شك، وذلك هتيجي مرحلة معينة مش هيسمعوا الكلام، من يجي وقت الجد هم يسمعوا الكلام في حاجات اللي هي الصبر واللي يعني احتمال الغضب عنهم. لما كان يجي حاجة كتيرية زي دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا لا، إذا فأنت ربك فقاتلها، لأن تعلق كما ذكرنا تعلق مرضي. فكان لا يعني هذا المرض كان لابد أن يعالج من بداياته بفضل الله عز وجل لدى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لدى كل طائفة مؤمنة بعد ذلك. لأن التعلق بالأشخاص، التعلق المرضي هذا، التعلق بالشخص الذي جعل الله محبته في القلوب، ما فيش حد بعد أنبياء الله عز وجل، بعد نبي الله موسى
ثم نبي الله عز وجل إبراهيم، ثم نبي الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خطر الله قلوب على محبتهم والتعلق بهم، ومع ذلك ما رضي سبحانه وتعالى أن تعلق العبادة والطاعة، العبودية لله عز وجل وطاعته عز وجل والالتزام بدينه وبشرعه على وجود هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأما تعلق بعد ذلك التزامك على شخص بعينه، عند وجوده تكون ملتزما مطيعا، وعندما يفقد ويغيب بأي سبب من الأسباب يحل التزامك ويضعف، لا شك أنك تتأثر بمن حولك، وأنك إذا صحبت الصالحين أعانوك على طاعة الله. ولكن وصل نفسك ولو كنت وحدك أنك سوف تسير على الحق وسوف تلتزم به، ولا تكن إمعه تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء، ولكن وصلوا أنفسكم إذا أحسنت أن تحسنوا وإذا أساء أن تجتنبوا إساءتهم. عندك استعداد أن تسير وحدك ولو لم ترد على الحق أحدا يعيدك، وهذا أمر وارد أن يأتي في مراحل معينة بالنسبة للإنسان كشخص، تأتي عليه لحظات ما يلاقيش له حد حواليه في جزء من الأرض في وقت من الزمن، ما يبقى الوحد هو في مواجهة الباطل ومواجهة إبليس وجنده، فهو هل عنده استعداد أن هو يسير وحده على الحق ولا يقول لا أنا أعمل إيه بقى والناس مشيت؟ فضلا أن من دون الأنبياء معرض للفتنة، ده مش بس أنه ممكن يموت، ده ممكن هو نفسه يفتن، ممكن هو يبتعد عن الحق، فده خطر عظيم جدا. فلا بد أن توطن نفسك على أنك تعبد رب الناس، رب محمد صلى الله عليه وسلم ورب إبراهيم ورب موسى، وأنه لا يمكن أن تفرط في قضية الالتزام، قضية العبودية لله عز وجل في غياب شخص أو في حضوره. أنت عبد الله سبحانه وتعالى، ما أروع التربية الإيمانية التي ربي عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين وعى هذا الدرس جيدا، أوعى الصحابة هذا الدرس حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين سامع أبو بكر رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عائشة ودخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في حاله، فقبله رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وقال طبت حيا وميتا، أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد متها، ويجمع الله عليك موتتين أبدا، أو كما قال رضي الله عنه. ثم ذهب إلى المسجد والناس في المسجد مجتمعون حول عمر رضي الله تعالى عنه، وهو يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ردنه الله عز وجل فلا يقطعن أيدي أناس وأرجلهم أو ألسنتهم. وعمر يقول له اسكت يا عمر، عمر لا يلتفت، عمر مش يعني عمر رضي الله عنه وهو عمر لم يكن مستوعبا لهذا الموقف، فتركه وقف وحمد الله واثنى عليه، فانصرف الناس عن عمر والتفوا حول ابا بكر فحمد الله عز وجل واثنى عليه وقال لهم هذه القول العظيمه التي تدل على كمال الايمان، قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتأمل وتدبر جيدا في فقه أبي بكر الصديق في متابعته القرآن، حاجة عجيبة في يعني الفهم والمتابعة. أولا ألا أغلب الأعم في القرآن عن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اسم محمد ذكر مواضع مرات معدودة في عادي 4 مرات، شنو الأغلب الأعم إيه؟ النبي والرسول، أليس كذلك؟ الموطن ده من المواطن التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ باسمه مجردا محمد، وما محمد إلا رسول، وما وإلا، فكأن الموقف ده ما وإلا ده أسلوب حصر، كده لأن هو كأنه قصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رسول من الرسل، يعني ليس تقليلا من شأنه بل هذا رفع لقدره، ولكن حتى لا يرفع فوق منزلته إلى منزلة العبودية، إلى تعليق الالتزام بالدين على وجوده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة، لا. فلذلك نقول إن
القرآن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف النبوة في هذا وما النبي محمد إنما ذكر بوصف الرسالة وما محمد إلا رسول وما ذكر هذا ذكر باسمه صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق استعمل في هذا الموطن ما لهمش من كان يعبد الرسول فإن الرسول إيه قد مات, وإنما استعمل نفس اللفظ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. محمد البشر هو رسول ولكنه بشر مكتوب عليه الموت, فده مقام مناسب زي مثل لفظ العبودية مثلا في وقول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقام مقام يعني فقه عظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين استعمل كما ذكرنا نفس اسم محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أكثر الناس عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له وحبا له ومعرفة بقدره عليه الصلاة والسلام, ومعلوم أنه قد نهي الصحابة أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه, ولكن في هذا المقام كان الموافقة للقرآن أن يقول محمد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. والصحابة رضي الله عنهم عمرهم قالوا نحن نعبد محمد صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله, إيه اللي خلى أبو بكر الصديق يقول من كان يعبد محمدا؟ هو الصحابة خطر على بالهم أنهم يعبدوه؟ أصل دي مقدمة, هذا الأمر مقدمة لكي يصل الأمر. لو أنت علقت عبادتك لله عز وجل على ولود محمد فقد عبدته. لو أنت تركك لعبادة الله عز وجل إذا تنقلب على عقبيك مثلا أنت لم تعبد الله عز وجل إذا غاب محمد لم تعبد الله, فهذا انقلاب تنقلب وتترك الدين وترتد. فهذا والعياذ بالله ليس عبودية لله سبحانه وتعالى, ولذلك قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. واللفظ الصريح فإن محمدا قد مات, ما قالش أي لفظ فيه تخفيف شوية من الصدمة الهائلة العظيمة دي, لا ده جابها زي ما هي كده, هو محمد قد مات. وده رد بليغ جدا وعظيم الأهمية على من يزعمون حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المخرفين ومبتدئ الصوفية الذين يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم حي, فهو قد مات عليه الصلاة والسلام كما قال أبو بكر الصديق حي حياة برزخية بس الحياة الدنيوية قد مات, تلك الموت التي كتب الله عليها قد مات عليه الصلاة والسلام ورحل عن ظهر هذه الأرض صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه التربية الإيمانية التي ثبتت عمر فمن دونه, لأن هذا المعنى لما وضح ولما تليت الآية عمر قال هذه آية في كتاب الله عز وجل, أنزلت متى أنزلت هذه الآية؟ أنزلت هذه الآية عمر رضي الله عنه لم كان نسيها مع أنها قطعا تليت عليه والرسول حفظه ربما, ومع ذلك فتطبيق القرآن على الواقع وإنزاله في منزله. عشان كان ابن القيم بيقول أنها كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع ذلك المرض العضال في الأمم, وهي أن يكون إيمانها وارتباطها بالشخص لا بالمنهج لا بالدين الذي جاء به, فضلا بقى كما ذكرت أن يطبق على واقعنا وعلى حياتنا. فكم من الناس يرتبط بشخص بعينه بإمام بعالم بداعية بمجاهد, ويعني كأن الناس يعني لا يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل إلا به. دي قضية خطيرة جدا, فإذا كان هذا الأمر لم يرضه الله عز وجل أن يقع لأنبيائه ورسله فهل يقع لغيرهم؟ هل يجوز أن يقع لغيرهم؟ فلابد أن توصل نفسك من قضية أنت تقتدي بأهل الخير وأنت تتثبت يعني ولودك معهم بفضل الله وتحرص على صحبتهم بلا شك, كما كان الصحابة أحرص شيء على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم, فلابد أن تحرص على صحبة الصالحين, ولكن لا تعلق التزامك على شخص بعينه لا في حياته ولا في مماته. لا تقلدن دينك الرجال ولا تجعل يعني التزامك بطاعة الله عز وجل معلقا على يعني أحد, وإنما أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. فقضية العبودية لله سبحانه وتعالى لا تقبل المساومة ولا تقبل التنازل. وكذلك تأمل في قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت أي قد مضت من قبله الرسل, أي قد مات الرسل قبله فلا بد من الموت, فالرسل قد مضوا خلت إذا مضوا إذا ماتت الرسل, فلا تظن أن أحدا سوف يخلف في لحظة سوف يرحل فيها كما رحل الرسول, سوف يرحل العالم, سوف يرحل المجاهد, سوف يرحل الداعي,
سوف يرحل العابد، سوف يرحل الذي علمك الذي رباك، سوف يرحل. ولا بد، نسأل الله عز وجل يثبتنا على الهدى، فلا بد أن توطن نفسك لأن تكون عبدا لله عز وجل في كل اللحظات وفي كل الظروف ولو كنت وحدك. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو الإشاعة التي صدرت في أثناء الغزوة أن محمدا قد قتل، بس الآية ذكرت الموت الأول، فإن مات أو قتل، والله أعلى وأعلم أن ذلك إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت ولا يقتل عليه الصلاة والسلام، فاحتمال الموت ذكر مقدما، وهو ده اللي هم محتاجينه أكثر. وإن كان احتمال القتل ده وارد وليس بممتنع لأنه قد قتل رسل، وده دليل على أن هذا مما لا يعصم منه الأنبياء. عصمة الأنبياء لا تقتضي امتناعهم لا من الموت ولا من القتل، يمكن أن يقتلوا، وليس هذا منافيا للنصرة التي وعد الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لأن النصرة تحصل بنصرة الدين، نصرة المنهج، ونصرة ما جاءوا به من الحق. أما الموت والقتل فليس هزيمة للإنسان وليس هزيمة لما جاء به. فلذلك كما قال سبحانه وتعالى في بيان هذا الأمر، قال سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهناك من قتل من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يعني يمتنع ذلك، ولكن كما ذكرنا قال أفإن مات ليكون ذلك تمهيدا لهم يوم أن يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب على العقب تشبيه بالرجوع إلى الشرك، شبهه بمن ينقلب على عقبه، يرجع على عقبه، يرجع القهقر. العقب اللي هو ايه؟ مؤخر الرجل. فهذا أسوأ صورة للإنسان، إنسان منقلب على عقبيه، مرتد خاضع بعد أن سار في طريقه إلى الله عز وجل إذا به يرجع وينكس ويرتد على عقبيه. انقلبتم على أعقابكم، والانقلاب ده دليل برضو على تقبيح الصورة التي شبه بها حال المرتد. قال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وهذا الذي وقع، فلن يضر الله عز وجل، لأن الله لا يضره عباده، لا يضره كفرهم ولا ينفعه إيمانهم ولا يضر دينه سبحانه وتعالى، فإن دينه ظاهر لا يتوقف على التزام أحد ولا على طاعة أحد ولا على ثبات أحد. هو عز وجل الذي يثبت عباده المؤمنين، وهو الذي إن تولوا أتوا بقوم غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم، وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فارتد من يرتد على عقبيه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ضر ذلك الإسلام؟ ما ضر دين الله شيئا، وانتصر الإسلام وظهر وأظهر الله من ثبت على الحق. فسوف يقع هذا الأمر دائما عند المحن والشدائد، سوف يرتد كثيرون من الناس. ونتأمل أيضا فائدة مهمة أخرى في هذه الآية الكريمة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل في قصة غزوة أحد في أي نقل أن منهم من ارتد أثناء الغزوة ارتدادا عن الدين، وأنه ترك دينه الكلية، بل قالوا قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالوا يعتقدون أنه رسول الله قطعا، ولكن قالوا قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا الجهاد، تركوا القتال، تركوا الطاعة. في القضية كانت في الحقيقة ما كانتش ردة صريحة زي ما كانت ردة المرتدين بعد موته الحقيقي صلى الله عليه وسلم، وليس إشاعة الشيطان ذلك. فنقول أصل، لكن ده كان تمهيد كما ذكرنا، وإن الأمر ده مراتب، ففي ناس عند الشدة والمحنة سوف ترتد عن الطاعة، مش لازم يرتد ارتداد كامل، مش لازم، بل هو حذر من الارتداد الكامل بالشيء الذي وقع منه، ووقع منه إيه؟ ارتداد عن الجهاد، عن الطاعة في ذلك، عن الثبات، انه القى ما بيده وترك او فر الى المدينة او بقي جالسا في المعركة دون قتال. فكان هذا العتاب الشديد: افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ده بنقول زي ما قلنا انه في ارتداد عن الطاعة وفي ارتداد عن الدين كله. اللي ارتدوا عن الدين كله المرتدون الذين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا للشرك أو تركوا الصلاة
وغيرها من أحكام الإسلام، أو اتبعوا مدعي النبوة، كل هؤلاء كفروا ردة، يعني كفروا كفرا تاما. وهناك ما يرتد ارتدادا جزئيا كالذين منعوا الزكاة. فنقول ان هناك وذلك الصحابة يعني كانوا يسمون ذلك ردة في الجملة تغليبا، اما لانها الاغلب العام كان ارتداد كلي، او لان الردة الجزئية دي سميت عندهم ارتدادا، كما سمي ما وقع من بعضهم من ترك للجهاد او فرار سمي انقلابا على العقب، سمي ارتدادا على العقبين. والا فهذا الامر لم ينقل في سياق السوره في سياق السيره كل في احد من لم ينقل احد انهم رجعوا الى الشرك، وان احدا اشرك من الصحابه وارتد في غزوه احد، بل ثبت ان الله سماهم مؤمنين وعفى عنهم سبحانه وتعالى، وقال ولقد عفى عنكم. فاذا الانقلاب ده بيكون جزئي، فانت برضو علشان لما يقع تقع محنه تقع شده ولا تجد على الخير اعوانا، ما تبقاش عندك ارتداد جزئي عن بعض الطاعات التي كنت عليها حين كان معك من يعينك عليها، بل وطن نفسك انك سوف تطيع الله عز وجل وجد من يعينك او لم يوجد. ولواحد كن واحدا في واحد، اعني طريق الحق والايمان كما يقول القيم رحمه الله. ولواحد لله كن واحدا، يعني ولو وحدك مستعد تمشي في الطريق ولو وحدك، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء. فأنت لو كل الناس ثبت الدعوة إلى الله أنت ما تتبهش، لو كل الناس ثبت البلد والتضحية في سبيل الله أنت لا تتركه، لو كل الناس ثبت منهج أهل السنة أنت لا تتركه، لو كل الناس تركت الطاعة التي علمت أنها طاعة فأنت توطن نفسك أنك لن تتركها ولو كنت وحدك، والله المستعان. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، دي بشارة بنصرة الإسلام، لأنه لن يضر الله شيئا، لن يضر دين الله عز وجل شيئا، فسوف يظهر الإسلام وسوف يظهر الحق ولو ارتد من ارتد جزئيا أو كليا. والله لو أنت ثبت على الحق والإيمان سوف تنتفع، ما ثبتش الإسلام سوف يظهر وينتصر بإذن الله. وسيجزي الله الشاكرين، نتأمل أيضا في وسيجزي الله الشاكرين، المقام مقام بلية ولا مقام نعمة؟ بلية مش كده؟ مقام قتل النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، مقام بلية. والمناسب في البلية الصبر ولا الشكر؟ الصبر. المعتاد ان يقال في هذا المقام وسيجزي الله الصابرين، طب مش نفكر كده ليه وسيجزي الله الشاكرين؟ نتأمل حاجة عجيبة قوي، ان ايه سبب الثبات والصبر في هذا الموطن؟ الشعور، او ايه سبب عدم الارتباط بالشخص حتى لو كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السبب الأساسي في ذلك، الشعور بنعمة الله عز وجل العظيمة، أعظم نعمة في الإسلام. فإنما تثبت على الدين حتى ولو مات شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ما فقد أي شخص دونه عليه الصلاة والسلام بالأولى. ولماذا تثبت؟ لأنك أدركت وذقت طعم هذه النعمة، وأدركت حقيقة الإيمان بفضل الله عز وجل. فإنما يثبت من شكر، شكر هذه النعمة، شكر هذه النعمة أن تثبت على هذا الدين، لأنك عرفت قدره، عرفت عظيم نعمة الله عز وجل بك به عليك حين من به ووفقك وهداك إليه، فأنت تثبت شاكرا نعمة الله. مقتضى الشكر الثبات والصبر، فهذا موطن يجمع الشكر والصبر، والشكر يؤدي إلى الصبر، لأنك من الشكر هو معرفة قدر النعمة، تعظيم قدر النعمة ومعرفة من أنعم بها وتعظيمه ومحبته والثناء عليه بها واستعمالها في مرضاته بعد ذلك. فالشكر في هذا المقام هو المناسب فعلا، لأنه أعظم سبب يؤدي إلى الصبر وإلى الثبات. وسيجزي الله الشاكرين. والشكر كما وضحنا ثلاثة أمور، عمل قلبي وعمل لساني وعمل بالجوارح. وهذا يؤكد أيضا يعني فائدة استعمال اسم الشاكرين في هذا الموطن، أنه لابد أن يؤدي ثلاثة أمور، العمل القلب وهو الاعتراف بالنعمة، ومحبة المنعم وتعظيمه بها، تعظيمه
بهذه النعم. والأمر الثاني الثناء عليه باللسان. والأمر الثالث هو عمل الجوارح وهو أن تعمل شكرا، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أن تعمل شكرا بأن تستعمل هذه النعمة في طاعته عز وجل. وفي هذا المقام نعمة الدين استعملوها في طاعة الله، أي أن تثبت عليه على الدين وأن تسعى في نصرته شاكرا نعمة الله عز وجل عليك به، وأن بأن وفقك وهداك وثبتك على هذا الدين. وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن القيم رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا، وإن تنوعت أسبابه والموت، ويصدرون عن موقف القيامة وصدر شتى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، في قضية من أعظم ما يصبر النفوس. إذا ما قلنا معرفة قدر الدين وشكر نعمة الله ولزوم الشكر على نعمة الدين هو أعظم أسباب الصبر في هذا الموطن. والسبب الثاني شهود القدر. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هذه قاعدة كلية لنفس. وما كان نفس النكرة في سياق النفي، أي نفس. وهذا يقتضي تصبيرا للمؤمنين على فقد الأحبة وعلى فقد كل من يعني تود بقاءه من قريب أو صديق أو حبيب أو صاحب أو ولد أو غير ذلك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إذن الله الكوني الذي قدر عز وجل على كل إنسان أن يموت كتابا مؤجلا، أي كتب الله ذلك كتابا مؤجلا، كتب الله ذلك كتابا ذا أجل، كل بأجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فشهود القدر في هذا الموطن من أعظم ما يصبر الإنسان. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. قضية عظيمة الأهمية، وهي ماذا تريد؟ الإرادة. الإنسان عند الموت، موت الأحبة ومفارقتهم، قد تجزع هذه كثير من النفوس وتصيبهم أنواع الجزع والسخط والضيق بهذا الأمر إذا لم يريدوا الآخرة، إذا وجهوا وجهتهم إلى إرادة الآخرة، إذا أخلصوا نيتهم لله عز وجل سهل عليهم مفارقة الأحبة، هان عليهم ذلك رغم شدته. وذلك أن هدفه في الدنيا من صحبة هؤلاء الذين أحبهم إنما هو أن يستعين بذلك على طاعة الله عز وجل، وإن حزن لفراقهم لكن ثواب الآخرة والذي ينظر إليه دائما. ولذلك كما ذكرنا الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر هما أساس الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فليس لما استهدنا مملوك لله يفعل الله ما يشاء ثم إنه إليه راجع، رحمه الله. إذا تذكر الرجوع إلى الله عز وجل والدار الآخرة هامت عليه الدنيا بأسرها، وهان عليه حتى فراق الأحبة فيها، لأنه يعلم أنه يريد ثواب الآخرة. فقال عز وجل: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. وهذه الآية مقيدة بقوله عز وجل: لمن ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مقيدة بمشيئة الله وبالقدر الذي يريده عز وجل. يؤتيه الله عز وجل ما شاء منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وهذه الإرادة الجازمة، وسنجزي الشاكرين. وهذا التأكيد والتكرار في هذا المقام لكي يعرف الإنسان قدر نعمة الله عز وجل عليه الدين، أعظم منا وأكبر نعمة نعمة الله عز وجل بالإسلام. قال: ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا
وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما، الذين قتلوا والذين بقوا، إنه فسرها التفسيرين. الآية لها وجهان في القراءة ولها عدة أوجه في التفسير. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قراءة حفص المشهور. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، أي أتباع، جماعات كثيرة. ربيون غير ربيون، بعض قراءها كذا فسرها أنهم بمثل ربانيين، لكن الصحيح أنها بمعنى الجموع الكثيرة. وكأي من نبي قاتل معه جماعات كثيرة فما وهنوا لما أصابهم. دي ظاهرة جدا، إن القاتلوا لم يهنوا لما أصابهم من جراح في أنفسهم ومن قتل لإخوانهم، ولا إشكال على هذه القراءة. فما وهنوا المقاتلون لم يهنوا، لما بقوا مع النبي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والقراءة الثانية، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فسرت على أن النبي قتل. وكأي من نبي قتل كان معه ربيون كثير، كان معه جماعات كثيرة، فما وهن هؤلاء الربيون بعد قتل نبيهم، وما ضعفوا وما استكانوا. تفسير ثاني، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه يعني قتلت جماعات كثيرة مع النبي، إما ممن كان معه أو قتل وقتل الجماعات معنا كده. فما وهنوا هم المقتولين، ما وهنوا عند القتل، بل كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه، وكما كان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ما وهنوا لما أصابهم من القتل في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. وتفسير ثاني على القراءة دي برضو، فما وهن الباقون، فما وهن بقية الجماعة لما أصابهم من قتل بعضهم. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، أي بقية الجماعة التي لم تقتل، لم تهن لموت بعضها، لم تهن لقتل من قتل منها. وابن القيم بيقول الآية تعم الفريقين، فما وهنوا جميعا، لا المقتولين وهنوا عند القتل، ولا الباقين وهنوا لقتل يعني أصحابهم، وما تركوا الطاعة لموت من مات، ولا وهنوا عند موت نبيهم، عند قتل نبيهم، بل استمروا وثبتوا بفضل الله. وكأي من نبي تكثير، يعني وكم من نبي، وكم من نبي كثير من الأنبياء، أي قد وقع ذلك كثير. فهذا الأمر على هذه الوجوه كما ذكر ابن القيم أنها تعم، طبعا هي كلها قراءات متواترة كلها صحيحة، وكل منها له إيه وجه في المعنى يستفاد منه، لأن هي تثبيت لمن يقاتل حتى إذا جاءه القتل فإنه لا يضعف ولا يستكين ولا يهن، بل يتلقى الشهادة بانشراح وإقبال وقوة وعزيمة، وتعليم لبقية الطائفة المؤمنة أنها لا تضعف لموت من مات، فسوف يقتل وسوف يموت منا عبر الطريق رجال، فالباقون لابد أن يثبتوا. وده معنى قوي جدا من أسباب التثبيت، وقد ثبت الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضعفوا لموت قيادتهم، فإن الأنبياء قد قتلوا وما ضعف الأتباع، وما وهنوا وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول ثم أخبر سبحانه عما استنصر به الأنبياء وأممهم،
على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، يدال يعني تصبح له الدولة أي الغلبة بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، يستزلهم يوقعهم في الزلل والهزيمة بها بالمعاصي والذنوب، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، لأنه بيقصر في واجب يفعل محرم، وأن النصرة منوطة بالطاعة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إذا ترك السيئات طلب المغفرة للسيئات وترك التجاوز عن التقصير في الحقوق. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا. فثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد، مقتضي الذي يستجلبون به النصر وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. عشان تحصل النصرة لابد من وجود المقتضي وانتفاء إليه الموانع. إيه المقتضي للنصرة؟ التوحيد والإيمان والعبادة والالتجاء إلى الله. إيه المانع من النصرة؟ الذنوب والتقصير في الحقوق. فأزالوا غفر المقامين، أقاموا مقام المقتضي وإزالة الموانع، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم. هل دخول سحب الجرين كارد من الخبار والميسر؟ لا، لأنهم عايز يدفع في حاجة، حد يدفع في حاجة فليس من الخبار والميسر، ولكن مثل هذه البلاد الدخول إليها عقوبة يبتلى بها من شاء الله عز وجل، إلا من يدخلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الروح يشتغل ده كفاه أنه ينظر في وجوه القوم. فإن يعني أم دريج دعت عليه بأن لا يميته، أن لا يميته الله حتى ينظر في وجوه المميتات، كانت لحظة وقتية، نظر إلى المرأة الزانية ليبرئ نفسه مضطرا، لحظة ما قال للغلام: يا غلام من أبوك؟ وطعن بإصبعه في بطنه فقال: أبي الراعي فلان. لأنه تتهم بهذه المرأة الزانية زويج العابد الذي قصته معروفة، حين دعته أمه ثلاثة أيام متتالية فلم يجبها وتركها ليصلي، فدعته عليه بهذه الدعوة. فامرأة بغية بغاية بني إسرائيل ادعت عليه بأنه زنى بها وأحبلها وأتت بولد وقالت: هذا ابن زويج. فضربوه وهدموا صومعته وجروه وقالوا: جنيت بالمرأة وهذا ابنك. فصلى ركعتين ثم طعن في بطن الغلام الصغير ربيع في بإصبعه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. فإذا كان مثل هذه اللحظة عقوبة، والنظر في وجوه المميتات، فما بال النظر في وجوه الأمريكان؟ فنسأل الله العفو والعافية. طبعا الأمريكان الكفر منهم طبعا، نقصد أهل الإسلام اللي فيهم، لكن هذا بلاء عظيم جدا، يعني يجمعون الكفر والفلوس. فنسأل الله العافية. السفر لهناك لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأمر الدين، نعم، اللي مش لاقي يأكل هنا يبقى يجوز يسافر، اللي هيتعرى ومش هيلاقي يأكل ومفيش إلا السفر يبقى يروح يسافر. طالب يدرس في كلية أثناء المحاضرات يؤذن عليه، هل أنزل أترك المحاضرة رغم الصعوبة في النزول أم يكون هذا شعور؟ إذا صليت في الوقت جماعة بعد الفرض جاز لك ذلك، وإن كان الأفضل أن تصلي في الوقت، لكن يجوز أن تصلي جماعة بعد انتهاء المحاضرة. إذا كنت لا تستغني عنها فصلي في الوقت وصلي بعد المحاضرة، طالما هتصلي في الوقت وصلي جماعة.
في كل قرن من أمتي سابق حديث صحيح ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع، في كل جيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سابقون إلى الله عز وجل. سابق بمعنى جنس، اسم جنس، مش سابق واحد، أي فيهم سابقون، في كل قرن من أمتي سابق ففيهم سابقون. كيف أصل ممكن درجة السابقين المقربين؟ ما شاء الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أطلب منكم مراجعة طريق الهجرتين، لأن هذا الباب باب عظيم، لكن جملة يعني الأمر وهو استكمال أحوال القلب وعباداته، استكمال التوحيد والإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني أحوال القلب وليس مجرد المعرفة الفكرية أو العقلية أو اللسانية، بل كمال الحب، كمال الخوف، كمال الرجاء، كمال التوكل، كمال الشكر، كمال الرضا، كمال الصبر، كمال الزهد، وكل أحوال القلب الواجبة والمستحبة يستكملونها ويؤدون الفرائض ثم النوافل، هؤلاء الذين يسبقون إلى الله عز وجل. كيف يصبح المسلم من الذاكرين الله كثيرا؟ لو وضب على الأذكار الموظفة صباحا ومساء وعقب الصلوات، ولا شك أن حضور القلب في الصلوات الخمس والأصل في أن يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل. قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضح في وجهه الماء، فإن صلى جميعا كتب من الذاكرين الله في يوم الذاكرة. فإن صلى شيء من الليل بعد أن ينام استيقظ ليصلي كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، كتب من الذاكرين الله كثيرا. هذا الحكم الذي سيكون على منهاج النبوة، الخلافة التي على منهاج النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبرية، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أمر قدري كوني لا يتعلق برأي العباد، أم لنا فيه اتخاذ أسباب؟ قطعا لنا اتخاذ فيه أسباب. هذا أمر يجب على المسلمين أن يسعوا إليه، وهو إنما يقع بأفعال العباد. خلافة على منهاج النبوة مش أمر ينزل من السماء على العباد بغير عمل منهم، بل بعمل ودعوة وجهاد وصبر واحتساب في سبيل الله عز وجل وعلم وسائر الأمور المهمة. فهذا الأمر قدري كوني متعلق بإرادة العباد، متعلق بأفعالهم. الله عز وجل هو الذي يمن على عباده بتوفيق. أحد جلسائه قال: ما هي الفرقة النادية؟ فقال له أهل السنة والجماعة بلا شك. فإلى أن قال له: ما قول الدليل على ذلك؟ قال: وجدنا كتاب الله بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مدونة في الكتب الستة وغيرها من الكتب المتقدمة، فأخذناها وعملنا بها دون زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تقديم آراء الرجال. هذا مذهب السلف. قال: القرآن لا اختلاف في صحته، ولكن ما يدريك بصحة داخل الكتب، وخصوصا أن كثيرا من الطائف تنكر هذه الكتب. اللي بينكروها للعلم يعني بينكروا صحة القرآن برضه، اللي هم الرافضة، فعندهم على الأقل إن لم يكن يعني إن القرآن محرف، فعندهم إن هو إيه، يبقى المسألة فيها اجتهاد على الأقل والعياذ بالله، وعندهم مصحف فاطمة إضافي والعياذ بالله. فاللي بينكر الكتب دي هم دول عاجبك تتبعهم والعياذ بالله. الشبهات الرافضة بدأت تنتشر يعني، نسأل الله العفو والعافية، لا أدري يعني من أين تأتي. فقال: أريد أدلة عقلية أو نقلية من القرآن فقط على أنكم الذين على الحق. طب هو مين قال لك إن في فرقة أصلا نادية وفي فرق هالكة إلا الحديث؟ هو أنت عرفت بإيه إن هي الأمة افترقت إلى فرق هالكة وفرق نادية إلا الحديث؟ اشمعنى أنت هتاخد باللي يعجبك فقط؟ وبعدين إحنا أدلة ثبوت هذه الكتب المتفق على صحتها كالبخاري ومسلم وما صح من الكتب بقية الكتب الستة الحديث التي فيها، هي أدلة عقلية أصلا. فأعلى ما يمكن ما ولد في الأمم عبر العصور من نقل الكلام وإسناده إلى قائله لم يوجد مثله قط في أمم من الأمم موجود عند أمة الإسلام، اللي هو علم الحديث وعلم المصطلح. فده أدلة، دي أدلة أصلا. علم المصطلح ده مش أدلة جاية من فراغ، هي أدلة عقلية إن كيف يثبت الكلام إلى قائله. أما أنت تعالى دور وشوف الكافي بتاعهم، هو بيقول لك عندهم كتب يعتقد أنها كده. طب الكافي ده طلع منين؟
شوف الحكاية كده وشوفها وانت قارضها وشوف فعلا في سند متصل ولا. بيقول لك الراجل دخل السرداب وهو شخصية مجهولة غير معروف وجودها اصلا اللي هو محمد بن حسن العسكري سنة 300 يعني وكسر دخل السرداب وظلوا يخدعون الناس مدة بانه هو بيبعت اوامر خلال فترة الغيبة ليه الصغرى ماشي كده. وبعد كده دخل في فترة ولاء الناس طبعا السرداب موجود والسرداب معروف هم بيقولوا عليه كانوا بيجيبوا زمان حمار او دبة ويقفوا قدامه ويقولوا اخرج ايه يا امام ويضربوا له الدبة اللي هيخرج عليها كل مرة فلغاية ما خلاص الامر انقطع فالسرداب موجود ومفيش حد جوه قطعا فلقوا الناس الامر يعني لن يقبل فقالوا دخل في الغيبة الكبرى واعتمدوا بقى ان هو ملى كتاب خلال فترة الغيبة الصغرى لواحد كان بيروح يقابله ويطلع لوحده. طب من أدرانا ان واحد شخص يعني يخدع أمة بأسرها هذا الخداع ويكذب هذا الكذب والنقول الثابتة عن أئمة آل البيت تخالف هذا الكلام وبعدين تقول لي ان الكتب دي زي البخاري ومسلم ولا زي ابن ماجه ولا زي ما هو أقل من ذلك حتى ده ما في ده هذا كلام يعني لا يقبله صاحب عقل كريم أبدا ولا يخدع به في الحقيقة إلا الذين لا يفقهون القرآن لأن القرآن يثبت أن هناك أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هناك أوامر حافظها الله للرسول صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذن طاعة الرسول لا بد أن تكون مبينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بالكتاب وبسله معه قال وأنزل إلي قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه كيف أقع البيان إن كانت السنة ضائعة وهل من وسيلة أعلى من أن يعرف كل قول لقائله بالإسناد الذي هو من الدين وأن يعرف تاريخ كل رجل قال هذا الكلام وكل الكتب الأخرى المخالفة لهذه الكتب الطوائف المبتدعة بغير أسانيد تعال شوف أعلى حاجة عند مثلا عند زي ما قلنا الرافضة كتاب الكليني الكافر الكليني إيه سندهم إن هو كان بيخش له في السرداب وهو أصلا كما ذكرنا لم يشهد على ذلك أحد واحد قال لهم ده أنا دخلت للمهدي وطلعت لكم بالكتاب ده طب ايه الرجل ده طلع كذاب وهو اصلا كذاب قطعا بلا شك وياتي بالاعاجيب وخرافات اللي يقرا الكتاب ده الكتاب الكافي ده لازم يخرج منه بيعني جزم ويقين ان هؤلاء اما مطبوع على عقولهم او على قلوبهم والاثنين مع بعض والله اعلم. طب تعالى شوف اعلى حاجه عند الخوارج عند الاباضيه شوف مسند اللي هو يسموه مسند مين عندهم اسناده معروف انه منقطع يعني اعلى حاجه عندهم يقول لك يقدم على البخاري ومسلم وبعديه البخاري ومسلم تشوف اسناده منقطع معروف انه هو لم يلقى الذي روى عنه طب نقبل احنا الكلام ده ازاي تشوف الزيديه مسند زيد بن علي مثلا كذلك منقطع الاسانيد اسانيده منقطع نقبله احنا ونترك المتصل شخص معروف ترجمته عن هؤلاء فمثل هذا الكلام كلام من ابطل البصر فهؤلاء يعني لزوال عقولهم او ضعفها على الاقل يعني ننصح بعدم كثرة مناقشتهم وعلى العموم حتى تستعد يعني لمناقشة هذه الطوائف لان طبعا انا اشم ان رائحة هذه الطائفة هي ايه يعني كما ذكرت الرافضة لان ما يتعانش في كتب السنة حد من كل الجماعات الاسلامية العاملة على الساحة محدش ما فيش فرقة بتطعن فيها الا الرافضة والخوارج وامثالهم الخوارج هم الاباضية والرافضة هم دول الموجودين ننصح بكتاب الدكتور علاء بكر اللي هو بتاع الشيعة اللي هو عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت والإمامة ففيه بحث جيد ممتاز عن الشيعة وعقائدهم أنا بقول أهو الأسئلة باينة حديث صحيح إني تارك فيكم حضور لفظه اللي في الحديث الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى رضا على الحوض كثير ما يحتج به أهل البدع من الصوفية بهذا الحديث للترويج لرؤوسهم فما معنى هذا الحديث حديث صحيح يدل على أن أهل البيت لا يزال منهم قائم لله بحجة وليس أن أهل البيت معصومون لكن لا يزال من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته من يقوم بالحق فلن يفترق حتى لا يزال يوجد من أهل بيتي من يقوم بكتاب الله على الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وهذا من فضل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام أن لا يزال من ذريته
صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صلى الله عليه وسلم من يقول الحق ويعمل به، لكن لا يدل هو على أن كل أحد من أهل البيت معصوم، إنما يدل على عصمة إجماع أهل البيت، وهو الصحيح عند أهل العلم أنه إذا ثبت لدينا إجماع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ثابت صحيح من العدول من أهل السنة كان ذلك حجة، والله أعلم. وإن كان هذا الأمر لا يعرف له نظير في المسائل العملية الفروعية. يقول ذكرت في المحاضرة السابقة في جواب على أحد الأسئلة أن الأخ الذي إذا كان في وسيلة مواصلات وكان السائق يستمع إلى أغاني فإنه لا يجب على الأخ النزول، ألا يتعارض هذا مع قواعد الأمر والنهي عن المنكر أن الواجب إما إزالة المنكر أو الزوال عنه وأن الأخ ينزل؟ نقول أن الأخ يغير المنكر، نحن قلنا أنه هو يشد ودانه وأنه هو إيه يقرأ قرآن يبدأ بالنصف الأول وإذن لم يسترد فهو قد غير المنكر. أما القدرة على الإزالة فمشروط بالقدرة على ذلك وهو غير قادر، وهو له حاجة ومصلحة تقتضي أن يركب، وهو قابل للتكرر في عدة وسائل مواصلات غير ذلك، فهو نقول له أنه إيه؟ أنه يترك إيه؟ تغيير المنكر، ولكن هو عاجز عن إزالته فقد غيره بما يقدر من قراءة القرآن والنهي عن هذا المنكر. والله أيضا ذكرتم في المرة السابقة أنه لا يشرع قضاء الصلاة الفائتة، فكيف نحمل هذا الحديث؟ دين الله حق أن يقضى، دين الله حق أن يقضى الذي شرع أن يقضى، ليس هذا في العبادات التي جعل الله عز وجل لها آجلا تقضى فيه. وعند جماهير أهل العلم أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، كما قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاستدلت على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض بأن نهينا عن القضاء ولا بأن لم نؤمر؟ لم نؤمر بالقضاء، إن لم نؤمر بالقضاء، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، لابد أن يبين الشرع أن هذه العبادة المؤقتة لها وقت آخر يصح أن تؤدى فيه، كما أجمع المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة يوم عرفة وليلة النحر حتى طلع الفجر من يوم العيد أنه لا يقضيه مثلا في اليوم التالي. لماذا؟ لأن الشرع لم يأتي بأن الوقوف بعرفة يقضى، عبادة مؤقتة لابد أن يأتي الشرع بأن لها وقت تقضى فيه إذا فات هذا الوقت، طلب الشرع وقت لها بداية ونهاية، حد بداية لها بداية في حد له هو بدايتها وحد آخر هو نهايتها، فعشان واحد يقول إنها تؤدى بعد ذلك قضاء يبقى لابد الشرع هو اللي يبين لي القضاء ده ويحدد متى يقضى أو كيف يقضى. ونحن كما قال عز وجل في الصيام فعدة من أيام أخر قضاء، لأن ربنا شرع أن دي عبادة مؤقتة، بس شرع لنا بيان أنها إذا فاتت العبد لعذر حيث لم يؤديها فإنه يشرع له إيه؟ قضاؤها. فهذا بالنسبة، فالصلاة عبادة مؤقتة، لم يرد دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على أن على أمر بالقضاء إذا فاتت، بل من فاتته فقد ضاعت إلى يوم القيامة. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه إن لا حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنتم تقولون يقبل بالليل، الذي ورد فيه القضاء النوم والنسيان، فدين الله حق أن يقضى، هذا الدين الذي شرع الله عز وجل له القضاء، وهو الذي ورد فيه السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال السائل إن أمي ماتت عليها نذر أفيرزي أن أحج عنها أفيرزي أن أصوم عنها، قال فاقضوا الله الله أحق بالقضاء. هذا الذي ورد لأنه هو عبادة ورد في الشرع أن لها وقت فيه تقضى فيه. على القول بوجوب القضاء والترتيب كذلك، كيف يكون الترتيب بين الصلاة الفائتة بينها وبين بعض وبين الصلاة الحاضرة؟ على القول بوجوب الترتيب عند من يوجب القضاء والترتيب بيقول ان الترتيب بيسقط للعذر، وان هو بيصلي الصلاة الحاضرة دلوقتي ويقضي بعد ذلك مما فاته اذا كان فاته الكثير والله اعلم، لكن ده من ضمن التناقضات في هذا المذهب والله اعلم. امرأة أخذت من امرأة أخرى مبلغ يسير 10 جنيهات على سبيل النقود في الأفراح، ماتت المرأة التي أعطت، هل يجب على أخذ السداد؟ نعم لورثتها، لورثة المرأة ليه؟ التي أعطت، لأن النقود ده عند الناس عبارة عن هبة يرد بها الإثابة كالدين، فتصدق بالنيابة عنها لا، تدي ولدها في مناسبة أخرى تدي بعض الورثة أو تدي الورثة كلهم. الضابط في الأمر ده العرف كما ذكرنا.
قولوا قولي هذا، واستغفر الله.